خش في الموضوع على طول. هو اصابه ريان مامي لمده شهر وابتعاده عن مباراه الكونغو الديمقراطيه. ريان مامي بالنسبه لي واحد من اهم عناصر المنتخب المغربي، واحد من اهم اللعيبه في الشق الهجومي بالنسبه للمنتخب المغربي. عدم وجوده في كاس الامم الافريقيه بالنسبه لي كان حاجه صعبه جدا بيعاني منها المنتخب المغربي، لان ريان مامي كان موفق جدا في الماتشات اللي كان بيلعبهم قبل ما يتصاب بالكوفيد وقبل ما يتصاب في الكاحل. كان عند المنتخب المغربي مشكله في الشق الهجومي، بس بالنسبه للمنتخب المغربي في مباراه الكونغو الديمقراطيه ما اعتقدش ان ريان مامي هيكون ضربه قاسمه وموجعه قوي للمنتخب المغربي، نظرا لفرق الامكانيات الرهيب جدا بين المنتخب المغربي ومنتخب الكونغو الديمقراطيه، غير ان احنا بدانا نتكلم هنا في مصر على مدرب الكونغو الديمقراطيه السيد هيكتور كوبر ان هو جاي نادي الزمالك. فبسم الله ما شاء الله، يعني اصابه ريان مامي وابتعاده عن المنتخب المغربي في ظل استمرار استبعاد حكيم زياش وفي ظل الهجوم الجماهيري على واحد خرزيتش بعد استبعاد زياش بيجي له الضربه بتاعت ريان مامي. بس ان شاء الله باذن الله ايوب الكعبي والنصيري يكون فيهم الخير والبركه ويقدروا ان هم يخلصوا على المنتخب الكونغولي، وان شاء الله باذن الله ريان مامي يقوم بالسلامه، لان واحد بالنسبه لي من اهم المواهب الشابه المغربيه اللي موجوده في اوروبا. كنت بتمنى ان هو يلعب ماتشين السد مع المنتخب المغربي علشان يروح مكان افضل من المكان اللي هو موجود فيه حاليا، لان هو اعتقد ان هو في الدوري الروماني او تقريبا في الدوري البلجيكي او في الدوري البلغاري او في دوري منهم كده، يعني فرقه قليله قوي على امكانيات ريان مامي. انا اتمنى ان ريان مامي يرجع بالسلامه، اتمنى ان ريان مامي يكون موجود مع المنتخب المغربي في كاس العالم، اتمنى ان شاء الله باذن الله ان عبد الصمد الزلزول يرجع نفسه ويقبل دعوه المنتخب المغربي، علشان انا نفسي منتخب المغرب يوجه رساله قويه جدا لكل الناس هنا ويحط على منتخب الكونغو في رايح جاي. ان شاء الله باذن الله في كل الاحوال في وجود ريان وفي وجود الزلزولي، في عدم وجود الزلزولي وعدم وجود ريان، المنتخب المغربي هيقدر ان هو يحط على المنتخب الكونغولي ويوصل تصفيات كاس العالم. عجبك بقى الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش الفيديو فالله ما بلغت الله ما فشل، انا عرضت الخبر بتاع ريان مامي قلت اطلع اقوله لك، عجبك براحتك، ما عجبكش على العوض من العوض.